رفع مجلس الشورى أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وصاحب سمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب سمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 17 لإطلاق ميثاق العمل الوطني، مؤكدا المجلس بأنها تعد محطة لتجديد العهد والولاء بين القيادة والشعب واستذكار المنجزات والمكتسبات الوطنية المتواصلة. جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الشورى التي عقدت برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخره النائب الأول لرئيس مجلس الشورى. وأشاد أعضاء المجلس بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام كبير بالخطط والاستراتيجيات التي تحقق التنمية المستدامة ومحورها المواطن البحريني. هذا وألقى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى كلمات عبروا فيها عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة، مشيدين بالتفاف الشعب حول قيادته الحكيمة. وكانت الجلسة قد بدأت بتلاوة الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس النواب حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، واقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، واقتراح بقانون بتعديل قانون إيجار العقارات. أود أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. كعضو في مجلس الشورى وعضو في الهيئة العامة للمواكب الحسينية لابد من الإشارة إلى الحريات التي يتمتع بها المجتمع في البحرين كل من حسب ديانته ومذهبه من حريات في تنظيم الشعائر والاحتفالات الدينية لمختلف الطوائف والأديان والمذاهب. جلسة اليوم جلسة استثنائية بالمعنى الوطني والسياسي، فقد وقف الجميع على منصة المجلس لتسليط الضوء على مشروع هام جدا، وهو مشروع ميثاق العمل الوطني. هذا المشروع الذي أسهم في نقل البحرين نقلة حضارية كبيرة. الميثاق الذي قمنا بالتصويت عليه بالأمس لم يركن في الأدراج، بل نعيشه يوميا، وذلك من خلال وجود السلطة التشريعية بمجلسيها، وأيضا باستحداث هيئات الحوكمة مثل ديوان الرقابة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات وغيرها الكثير من المؤسسات في الدولة.